جاءت مشاركتنا اليوم في هذا اللقاء الذي نظمه الحزب الوطني الريفي باسم جمهورية الريفية للتعريف بالقضية الريفية، بتعريف وربط علاقات مع الأحزاب السياسية وفواعل المجتمع المدني في الجزائر من أجل التعريف بهذه القضية. هذا الحزب الذي يحاول ويناضل من أجل إعادة استقلال منطقة الريف التي كانت جمهورية مستقلة ودولة قائمة بذاتها بحدودها وسيادتها وكل عناصر الدولة، قبل أن تقع ضحية المفاهمات بين الاستعمار الإسباني والفرنسي ونظام المخزن في المغرب. هذه المناسبة كانت لنا فرصة للتأكيد على موقف الحزب المناصر للقضايا العادلة في العالم، المناصر لمبدأ تقرير المصير، والمناصر لحق الشعوب في الحرية والاستقلال. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.